معنا أبو بكر عبد الله آدم، هو الرئيس السابق لرابطة المحامين السودانيين في بريطانيا والخبير في القانون الدولي. أهلا وسهلا بك سيدي. بداية، من قرار البرهان بتعيين المدعي العام أو النائب العام للجمهورية لرئاسة لجنة جرائم حرب، ما مدى أهلية البرهان للقيام أو لاتخاذ هذا القرار وهو طرف من أطراف النزاع قد تلاحقه يوما ما هذه التهم بارتكاب جرائم قد تصل إلى جرائم حرب؟ تحية لك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا. وتحية للأستاذ ولكل المشاهدين الأكارم. حقيقة هذه واحدة من القرارات المعيبة، لأنه نظام البرهان منذ 25 أكتوبر 2021 هو نظام الأمر الواقع، وحينها أصدر قرارا قريبا عندما وقف الوثيقة الدستورية وجمد مجموعة من المواد، فكان قرار يعني معيب بشكل كبير. هذا القرار معيب من جانبين، من جانب إنه هو ليس في وضعية تسمح له بإصدار هذا القرار، وثانيا هو قرار معيب من ناحية إنه بيطالب بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الدعم السريع الطرف الآخر في هذه الحرب، في هذه الحرب العبثية. بمعنى إن تكوين لجنة لتقصي الانتهاكات، هي هناك انتهاكات حقيقية، انتهاك للقانون الدولي الإنساني فيها جرائم حرب، كما هناك انتهاك لقانون حقوق الإنسان فيها جرائم ضد الإنسانية، وكل هذه الانتهاكات تمت من الطرفين. فبالتالي أي لجنة يجب أن تكون لجنة محايدة تقوم بالتحقيق في الانتهاكات، سواء أتت من القوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية. أما أن يقوم البرهان بنفسه باختيار أي شخص مهما كان للتحقيق في الجرائم المرتكب من الطرف الثاني، هذا القرار معاب شكلا وأيضا لا يمكن تحقيقه عمليا، لأننا نشاهد في الواقع هذا القرار لا يمكن تطبيقه. نحن نعلم بأن القوات المسلحة ارتكبت مجموعة من جرائم الحرب مثل قصف المدنيين واستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة وغيرها، كما ارتكب الدعم السريع عدد كبير جدا من الانتهاكات، سواء كان في استخدام المواطنين كدروع ودروع بشرية، وكذلك انتهاكات استخدام الكثيف للأسلحة في الأحياء المدنية. أيضا ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية مثل اعتقال عدد كبير جدا، القوات المسلحة والاستخبارات قامت باعتقال تعسفي لعدد كبير جدا من المواطنين، وهذا الفعل أيضا قام به قوات الدعم السريع. فبالتالي هناك انتهاكات، هذا واقع، فما نطالب به هو تحقيق، لأنه هذا لا يمكن، لا بد من محاسبة كل من ارتكب أي من الجرائم التي تمت في السودان. هذا هو الشعار الأساسي، هي محاسبة. نعم طيب، ولكن سيد أبو بكر، يعني مع كل ما تفضلت به، في النهاية ما هي المصداقية التي ستتمتع بها توصيات أو قرارات هذه اللجنة، وإلى أي مدى يمكن أن تحظى بالاعتراف سواء من الطرف الآخر أو من الرأي العام أو حتى من المجتمع الدولي؟ هذا القرار كأن لم يكن، لأنه ليست هناك إمكانات عملية للقيام بأي تحقيقات، لأنه القرار يقول إنه التحقيق ضد انتهاكات الدعم السريع، أي الطرف الآخر في المعادلة أو في الحرب العبثية، بالتالي ليست هناك مقدرات أو ممكنات عملية للتحقيق في هذه الجرائم. وثانيا هذا القرار كأن لم يكن، ليس اي لا اي قيمه، لان الانتهاكات كما ذكرتم من الطرفين، والشعب السوداني لا يثق في الطرفين، ولن يكونوا جزءا من الحل، ولن يساهموا، ولن يكونوا جزءا من محاسبه مرتكبي هذه الجرائم. لا بد من تشكيل لجنه دوليه مستقله بمشاركه منظمات قانونيه سودانيه للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب. هي جرائم واسعة، وهناك بعض الجرائم يتم تغطيتها بشكل تلقائي بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، بمعنى إن الجرائم التي ارتكبت في دارفور هي الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية تغطي هذه الجرائم التي ارتكبت في أراضي دارفور. أما الجرائم التي وقعت في أرجاء أخرى فلا بد أن يكون هناك آلية أولا للتحقيق في هذه الجرائم التي ارتكبت، وآلية للمحاسبة سواء طيب كان قبل أن يبدأ في مسار المحاسبة سيد أبو بكر في هذه المحافل، ما هي نقطة البداية؟ ولعلنا هنا نثير أيضا مسألة توثيق هذه الجرائم ومن يتولى هذه المهمة.
هذا سؤال مهم جدا، لأنه لدينا مشاكل كثيرة جدا في مسألة التوثيق للجرائم العديدة التي ترتكب في السودان. لحسن الحظ هناك عدد كبير جدا من القانونيين في الداخل والخارج يقومون بعمل كبير جدا لتجميع بعض الأدلة والبينات حول طبيعة هذه الجرائم التي ترتكب في السودان، ولكن هذا غير كافي. كما تعلمين ليس هناك جهة مستقلة يمكن أن تصل للسودان وتقف على طبيعة الاتهامات الموجودة، فبالتالي يكون هناك نعتمد بشكل أساسي على التوثيق التي يتم بواسطة المواطنين السودانيين حتى أن تتم تشكيل لجنة كما ذكرت، لجنة مستقلة بشكل تام تنظر لطبيعة هذه الجرائم عندما تتوقف الحرب. ولكن في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن مسألة محاسبة أو حتى تكوين لجان في هذه المرحلة. نحن نعلم أنه حتى الدعم السريع عملت لجان للمحاسبة وللمتفلتين كما سماهم قائدهم، ولكن هذا غير كافي، لأننا كشعب سوداني لا نثق في الطرفين. الطرفين ارتكبوا هذه الجريمة، بالتالي الاعتماد يكون على التوثيق من قبل القانونيين والمواطنين وغيرهم. لحسن الحظ مع وسائل التواصل المختلفة هناك أدلة وبينات أولية كافية جدا لتكون هناك تهم ضد هؤلاء نعم المتهمين يعني من الطرفين، ولكن نحتاج حقيقة نحتاج بعد الحرب لتكوين لجان تنظر في هذه المسائل حتى لا يفلتون من العقاب. شكرا جزيلا لك سيد أبو بكر عبد الله آدم، الرئيس السابق لرابطة المحامين السودانيين في بريطانيا والخبير في القانون الدولي، شكرا جزيلا لك.